على بعد خطوتين من شارع المعز ومسجد الحسين هتلاقي لوحة قديمة منقوش عليها اسم حارة الصالحية، اللي استمدت اسمها من أول مدرسة لدراسة المذاهب الإسلامية الأربعة أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب. بمجرد دخولك الحارة هتلاقي دكاكين صغيرة وفترينات بتنادي على زبونها، وأسطوات إيديها تتلف في حرير بتلمع النحاس والذهب والفضة. على شمالك هيلفت انتباهك حارة قديمة اسمها باب الزهوم، واللي كان مخصص زمان لمطبخ القصر الشرقي الكبير اللي بناه جوهر الصقلي، والحارة موجود فيها حالياً الجزء المتبقي من المدرسة الصالحية. انت بقى بتعمل هنا ايه يا عم اكرم؟ ده بقى الشغل اللي انت مشهور بيه بقى، اللي هو الفرعوني واللي هي اللي بي ده شغل الوانات. ده شغل الالوان، ده الوان بره الحجاره خالص. ده ايه بقى؟ ده يعني ده ده ده, ده حزام مثلا. ده حزام، ده انا بحط مثلا عين فرس فيه كده، وبجيب احجار بكسرها بعملها ناعمه زي مثلا ده الازرق ده مثلا. وبحط عليه ماده زي الامير، مادة لسقة يعني. وفي الآخر بتطلع الشكل اللي احنا عايزينه، عاملينه أحمر عاملينه أزرق. وإزاي يعني إزاي ندلق مثلا اللون في حاجة زي كده مثلا؟ دي اللي بعملها زي الجدار كده بلزق بعليها، بحيث إن المادة تنزل جوه. ده تتلون الأول بعدين تنزل جوه. فتنزل جوه بقدر أكشفها بعد ما تنشف، ليها مادة معينة وقت معين. نص ساعة. قد إيه بقى؟ نص ساعة. نص ساعة. نص ساعة ما بتنشف خالص بجيبها انا على المكنة عندي جوه، تبقى عاملة زي كده مثلا. بالظبط، يعني ده الوانات، ده اللون اخضر، ده اللون بتلون، وبعدين بصنفر كده كده بالالوان العادية اللي قدامنا دي. دي الوان. دي طب كدا. انت عندك زرار مثلا تقدر تعمل لنا حاجة؟ ده فاضي. توريني. ده النحاس الفاضي بقى. ده النحاس كده. والسيغ اللي يصبغ النحاس ده انت بقى تشتغل معاه، يعني انت تقول له مثلا الزبون طالب مني كذا. انا بديله الديزاين الاول. بالتخانات بكله. بالتخانات بكله، بالمقاسات اللي انا عايزها، عايزه سنتي ونص، عايزه 2 سنتي، بديله نفس المقاسات بالعليوم، بيعمل لي الديزاين، بيجيبه انا بقدر الونه بقى. لو انا عايز الونه مثلا الوان عاديه، الوان ميه اللي هي مصلب وبلسترات بالوان رزن اللي بيسموه رزن. طب بس الاحجار بقى بتاعتنا، يعني ده مثلا شكله في حجر ازرق وفي احجار. الاحجار دي انا بجيبها بكسرها، يعني زي الصدف الابيض اللي هو معمول منه ده. ده صدف بجيبه بكسره بطحنه بتخانه معينه، عامل زي الرز كده. وفي نفس الوقت بحطه عليه ماده بيضة. الماده البيضة دي بعد وقت معين بتنشف وبقدر اكشفها. طب تقدر تلون لي حاجه اشوف يعني كده بتعمل ازاي؟ يعني الزرار ده كده اشتغل باي خله كده. يعني لو النجمه دي عايزينها حمراء مثلا بنعملها حمراء، وبنعمل حواليها ازرق. يا خبر يا عم اكرم، هي بتاخد وقت. واحد واحد بقى، زرار زرار. استنى ينشف الاول، ينشف اللون ده عشان ما يجيش على ده. ولما ينشف بقى نشفان بتاع ربنا يبقوا عاملين كده، ينشفوا كده، وبعدين يخشوا يتصنفروا يتحفوا بقى على المكنه اللي احنا شفناها. يبقوا كده بقى، كده الوان الفيروزي مع الاحمر بيطلع نفس كده. وممكن يطلع بومبي زي ده؟ وبيطلع بومبي زي ده. ازاي بقى تعمله كده؟ انا بديله فريم كده لزق من بره عشان ما يسائلش، عشان يديني نفس العلو. والنحاس الداخلي يبقى اعلى من الفريم، فيبقى الماده واخده البومبي ماكس. وده مثلا دي توكه حزام عايزين نعملها بشكل معين، عايزين الابيض، عايزين من بره مثلا اسمر، فنعمل الداخلي الاول اللي هو زي ده. نعمل الداخلي. لو انا عايز بقى ايه الصدف، الصدف ده ابيض معروف كله ابيض، عايز اخليه ازرق. كم حد في السوق بيعملوا الحاجات دي؟ والله ما فيش، انا مش حاسه ان في حد بيعمل. لا لا، هي هتلاقيها بتبقى فكره وتجارب، وانا عشان اوصل للي انا فيه ده قعدت اجرب حاجات كتير. انت مش شايف ان احنا عندنا صناعيه ممكن يعملوا حاجات متطوره عن اكتر؟ احنا عندنا صناعيه من احسن صناعيه في العالم، الصناعي المصري. بس اديله امكانيات واديله حاجات وشغل، هو يشتغل ويطلع من احسن حاجه في العالم. صح. اما الصينيين فين؟ الصينيين مكن. الصينيين بيعملوا مكن. بيريحوا نفسهم، يعملوا مكنه وخلاص. بس احنا اغلى بكتير. احنا كله يدوي، كله بالايد.
انت شايف ان لما بني ادم، يعني انت عم اكرم اللي احنا تعرفنا عليك دلوقتي، لما يقعد يعمل في كل الحتت دي ويدي من نفسه كده تزود قيمتها، ولا لو في مكنه هتعمل القصه دي يبقى لا تزود قيمتها؟ ده هند ميت. المكنه كمبيوتر وبتطلع من الناحيه الثانيه 100 حته و1000 حته، دي قطعه واحده ما مش هتلاقي غيرها، قطعه واحده. تميز لعشاق التفرد. عملت 10، ال10 هيطلعوا مختلفين طبعا عمبارك. لان بني ادم اللي عامل فيهم عيوب، بس عيب بني ادم وهو اللي طالع فيه الشغل. هاند ميد زي الراجل بتاع النحاس، بتاع النحاس بيجيب الشاكوش ويفضل يدقدق لغايه ما يطلع الحاجه اللي هو عايزها. احنا بنجيب حجاره طوب، الحجاره دي عباره عن طوب بنقدر نقطعها، وانا بتخيلها، بتخيل دي شكلها ايه في الاخر، بجيبها كده بمسكها انهي زاويه اللي تطلع منها الحجر، الفص، اللعبه، تنفع لعبه، تنفع فص، تنفع تعليقه. انت ساكن فين يا عم؟ انا ساكن هنا ناحيه المولين. وعندك ولاد مين؟ انا عندي ولد وبنت، عندي بنتي متجوزه وعندها بنتين الحمد لله، يعني قاعدين قريبين منكم دول، قريبين مني والحمد لله، وعندي ولد معايا في نفس المجال. انا الولد قلت لي عليه الاول اسلام، ومعاك في نفس المجال. ومعايا في نفس المجال. مبسوط انه في نفس المجال ولا كان نفسك يتوظف يعمل؟ لا انا مبسوط انه في نفس المجال، انا حابب المكان. ايه رايك في خان الخليلي؟ والله هو السوق بنقول زمان يمرض ما يموتش، يمرض مريض يعني، مريض ما يموتش، ما يموتش بالنسبه للعالم كله. بس في صيني كتير قوي قوي يا عم اكرم، في كل حته في صيني. هو النهارده بقى الواحد بيجيب السهل، مش عايز يشقى مش زي زمان. زمان الحته فيها شقى وتعب بيبقى ليها روح، انت لما تشوفيها بتقعد فيها تعب وشقى. النهارده لا، كله عايز جاهز، كله عايز اللي هو المعمول مكن. طب انت عايز سريع، حاجه سريعه تطلع، سريع، كله سريع. لكن انت ما عندكش مشكله تقعد معلش في اللفظ تمقق عينك في الميت زرار دول؟ ليه يا متعه؟ اعرف انام. بتحب كده؟ اعرف انام. عشان الحاجات الحلوه قوي اللي انت على طول مفرحنا بيها دي، انا عايزه افرحك برضه. انت جاهزه يا ساره؟ طب اديني بقى اللي نفرح بيه عم اكرم. ساره عملت لك بورتريه جميل. ايه الحلاوه دي؟ حلو؟ حلو. ميرسي يا ساره. تسلم. تسلمي. تفضل يا عم اكرم يا جميل. متشكرين. ميرسي يا عم. الناس انواع زي الاحجار، هتشوف منهم أشكال والوان، في حد تحس بإنه ياقوت، وفي حد تشوفه تقول مرجان، وفي ناس من أبسط خلق الله وقلوبهم صافية وعنية، دور من قلبك هتلاقي في الدنيا جواهر مخفية، أمك وأبوك، صاحبك وأخوك، افتح قلبك للي يحبوك، هتشوف القيمة الحقيقية.